السلام عليكم دونك نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا تصحيح تمرين 23 صفحه 30 من كتاب في رحاب ولا باك علوم تجريبيه في هذا الدرس ديال المنطق اذا هنا قالوا لنا بين ان مهما يكون اكس ينتمي لار بلس يعني اكس اكبر او يساوي صفر علاش اكبر او يساوي صفر حيتاش ان الجذر مربع مجموعه التعريف ديالها ضروري خاصها تكون موجبه عندنا واحد على واحد زائد جذر مربع إكس كتساوي واحد ناقص جذر مربع إكس تستلزم أن إكس كيساوي باستعمال الإستلزامات المتتالية إذن عندما ما يكون إكس ينتمي إلى إر واحد على واحد زائد جذر مربع إكس كتساوي واحد ناقص جذر مربع إكس تستلزم أن عندي غندير هذه في هذه غتجيني هي واحد كتساوي واحد ناقص جذر مربع إكس عامل واحد زائد جذر مربع إكس أوكي مزيان تستلزم أن شنو هادي هادي عندنا متطابقة مع رقم ثلاثة أ ناقص ب عامل زائد ب هي أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان اللي هي واحد كتساوي واحد ناقص إكس إذن هنا غتبقى ليا صفر كتساوي ناقص إكس تستلزم أن إكس يساوي صفر صافي ومنه مهما يكون x ينتمي r بلس عندنا واحد على واحد زائد جذر مربع x كتساوي واحد ناقص جذر مربع x تستلزم ان x يساوي صفر. اوكي نهايه حل تسمح